السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. الحاج مصالحي بعت لي بيقول لي الوزير أبو حديد بيقول إنه جمع 3 مليون طن قمح و600 ألف، وحمد عاصي رئيس قطاع الخدمات بتاع الوزارة بيقول 3 مليون و800 ألف طن، والراجل اللي اسمه عبد الفتاح ده الكلام ده بيقوله الحاج مصالحي بتاع التموين بيقول إنه جمع 3 مليون و400 ألف طن. نصدق مين يا أستاذ؟ بيقول الحاج مصلحي. وبعدين القمح عندي الفدان جاب 13 قرداب، يبقى ازاي وصلوا للرقم ده؟ أنا من هنا من صوت الفلاح بناقش الكلام ده، لأنه لابد أن تكون هناك شفافية أمام المواطن المصري. قلنا مرارا وتكرارا 10 مليار جنيه مصري ميزانية القمح، وطلع الوزير ورد علينا قال لك فوق العشرة هياخد. القمح ب 420 جنيه الأرداب. يبقى ازاي النهارده وصل لنفس الحجم بتاع السنه اللي فاتت اللي 3.7 من 10؟ هناقش هذا الكلام. خلوني ارحب بضيف صوت الفلاح الحاج عبد الرحمن شكر نقيب الفلاحين. اهلا بيك عم الحاج، برحب بيك. اهلا بيك. وعلى طول لازم اسال حضرتك في النقطه دي تحديدا. الحاج مصلحي بعت لي بيكلمني بيسال السؤال لانه التصريحات كثيره. يا ترى نصدق مين في الثلاثه دول؟ الكلام ده حضرتك يدل على اضطراب، يدل على عدم تناسق، يعني كده مفيش لجان في المحافظات، مفيش لجان على مستوى الوزارة. لأن المشروع اللي كان اشتغلنا فيه مع الدكتور باسم عودة كانت فيه لجان على مستوى الوزارة، لجان على مستوى مجلس الوزراء، لجنة واحدة على مستوى كل محافظة عندها الرقم واحد ما بيختلفش فيه بين التموين وبين الزراعة وبين اللجان الأخرى الأعضاء الآخرين ما بيختلفش، فكله رقم واحد. اما النهارده لما كل واحد يطلع رقم يبقى ده دلاله على ان الامور ليس فيها ضبط. تمام. كمان كميه ال 3 مليون واكثر من 3 مليون هذا كلام مبالغ فيه بشده، الا ان يكون ان هناك قمح من المستورد داخل مكان القمح المصري. يمكن النقطه دي تحديدا كان الدكتور نادر نور الدين قال ان مصر الدوله الوحيده في الوطن العربي اللي بتشتري قمح من الدرجه الثانيه. وقال ان الفرق بين الدرجة الاولى والدرجة الثانية في الاستيراد 15 دولار، واستغرب هو وغيره من الخبراء ازاي نستورد قمح في الوقت اللي احنا بنورد القمح المصري. خلينا نشوف هذا الفلاح المصري في صرخته، صرخة فلاح مصري وشكوى فلاح مصري، فلاح مصري اصيل. خلينا نشوف. قبل أن تظهر نتيجة الانتخابات قررت حكومة محلب ومعها وزير زراعته أبو حديد أن تخصم من ميزانية الفلاح المطحون 1.2 مليار جنيه مصري كانت تذهب لمساعدته في الأسمدة والبذور والتقاوي بداية من العام القادم. ويبدو أن الرئيس السيسي أراد أن يتم الخصم قبل أن تدخل قدماه إلى القصر حتى لا يقال أن السيسي هو من قلص ميزانية الفلاحين، لكن الواقع يؤكد أن ذلك حدث بالفعل بعد أن تقلصت الميزانية من 4.5 مليار إلى 3.35 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة التخفيض 27%. وهكذا تستمر الأوضاع السيئة للفلاحين من خلال معاناتهم من ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي ينتظره مستقبل مجهول، حيث أكد أبو حديد أنه لا نية لإلغاء الديون وإنما بعضا من فوائد الديون. ومع مرور التاريخ أو التجارب اللي شفناها قبل كده ما فيش حد يتعامل مع بنك التنمية والائتمان إلا وضع حتى حتة الأرض اللي بيتعامل عليها. ومن المتوقع أن تتسبب الموازنة الجديدة في رفع أسعار الأسمدة ورواج السوق السوداء التي هي مشتعلة من الأساس، كما سيشمل ارتفاع أسعار التقاوي والمبيدات وبالتالي رفع أسعار المنتجات، ليصعب موقف الفلاح المنتج والمستهلك بعد أن وصل سعر شيكارة الكيماوي إلى 200 جنيه في الأسواق الآن، مما ينذر بارتفاعها لتصل إلى الضعف بعد خصم مبلغ الدعم. احنا بنجيبش شيكارة الكيماوي ب 180 جنيه و200 جنيه طبعا عشان نروح مثلا نصرف من الجمعية مبني الإيش، وفي نفس الوقت برضو بياخدوهم يبيعوهم للناس المعرفة وللسوق السوداء والكلام ده. وسيؤدي خفض دعم المزارعين إلى نقص المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح بشكل تصاعدي قد يصل إلى 50% في أفضل الأحوال، بما سيؤثر سلبا على رغيف الخبز، خاصة أن المزارعين هم الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية، إضافة إلى ما أصاب المحصول من تراجع فعلي هذا العام. والمحصول السنة ضعيف عن السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان أحسن. يعني السنة اللي
اعتقد ان ربنا عطى ثاني احسن من السنه. ويبدو ان وزير الزراعه قد احتوى مجموعه من الفلاحين الذين يدينون له وللمؤسسه العسكريه، واصبحوا بدلا من الدفاع عن الفلاح وحقوقه يدافعون عن السيسي وابو حديد، ليبدا رجل الحزب الوطني التمهيد لرفع الدعم عن الفلاح تطبيقا لسياسه الرئيس السيسي الذي اكد اكثر من مره انه ما فيش وما عندوش. فهل يبدا الفلاحون من الان شد الحزام في انتظار سنوات عجاف؟ كل التعريف ده وضح لنا وبكل وضوح يعني ايه نخصم من ميزانيه دعم الفلاح المصري 1,200,000,000 جنيه. الخصم تم امبارح او اول امبارح، ومش انا اللي خصمت ده السيد الدكتور رئيس الوزراء محلب، ابراهيم محلب هو اللي خصم هذا المبلغ عشان يوم الحد لما يجي رئيس الجمهوريه المشير السيسي لما يمسك يبقى مش هو اللي خصم من دعم الفلاحين. لكن ماذا حدث للفلاحين حتى يتم هذا الخصم؟ خلينا نشوف بعض الاخبار قبل ما نرجع نناقش هذا التقرير مع عم الحاج عبد الرحمن. خلينا نشوف المحروس عندنا، الكلام المتناقض بتاعنا محروس، الاخبار المحروسه النهارده. وزير الزراعه بيقول وربنا 3,800,000 طن قمح. ده وزير الزراعه بيقول انه الكلام ده اتقال النهارده على لسان حمد عاصي رئيس قطاع الخدمات، وقال ان الوزاره وردت 3,800,000 طن، وعاصي قال ان الوزاره بتستهدف توريد 4,200,000 طن. ده كلام عاصي. طيب الكلام كمان الجديد، ازاي النهارده انت بتخفض من ميزانيه وزاره الزراعه وبتقول هستصلح 4,000,000 فدان؟ رئيس او وزير الزراعه بيقول احنا هنستصلح 4,000,000 فدان. ده ابو حديد بيقول سنستصلح 4,000,000 فدان، وان الحكومه تستهدف استصلاح هذه الكميه من الاراضي في خلال 3 سنوات. اعتقد نفس الكلام جاء في كلام المشير السيسي في الحمله بتاعته 4,000,000 فدان. الغريب بقى في هذا الكلام النهارده في كلام ابو حديد انه الامارات اهدت مصر 25 صومعه لمحصول القمح العام القادم. الوزير قال كمان جاري التفاوض لاستلام 25 صومعه اخرى للعام القادم. والله لو حصل الكلام ده يبقى كلام رائع، لكن هنناقش ازاي الكلام ده، لانه وزير التموين محمد ابو شادي من حوالي 8 شهور او من 7 شهور قال احنا بنستهدف بناء 50 صومعه ب 3 مليار. نفس الرقم هو بس المره دي اتقسم مرتين. هرجع لعم الحاج عبد الرحمن، عندنا موضوع حبه ارقام. نبدا الاول خالص بالارقام اللي قالها وزير الزراعه فيما يخص استصلاح 4,000,000 فدان. ازاي يا عم الحاج النهارده هنستصلح 4,000,000 فدان ونحن نعاني عجز مياه، وعندنا سد النهضه خلال 6 سنوات هينقص 100 مليار يعني 2.5 مليون فدان كل سنه. ازاي هجيب ميه 4,000,000 فدان؟ ده المليون فدان بالاقل اربعه محتاج 4 مليارات ميه، هيجيب منين؟ حضرتك هذا الكلام كلام غير دقيق، واللي عاوز يتاكد من الكلام ده مش هنجيب حاجه من بره، يخش على موقع وزاره الري ويشوف خطه وزاره الري في الاستصلاح هتقدر تمد ميه قد ايه، وليها خريطه في هذا الموضوع عشان خاطر نتاكد ان هذا الكلام فقط كلام جرايد، فقط كلام للميكروفون، فقط كلام للسياسه وليس له اساس من الصح. هذا الكلام للاسف الشديد ما يجيبش انه يطلع من وزير مسؤول، لان المفروض الوزير المسؤول ده بيحاسب. بيسال المشكله مين بيحاسب مين؟ فين اللي يحاسب؟ فين المسؤولين الموجودين او فين الناس المهتمين بقضيه الفلاح المصري او الاستصلاح اللي هم موجودين؟ قضيه الاستصلاح النهارده متروكه لكبار المستثمرين، وما عادش الفلاح المصري فيها ايه؟ شركات الاستصلاح دور ولا فيها حاجه موجوده، في 6 شركات خارج الخدمه. هذه الشركات لا تعمل في الاستصلاح، وانا قلت مع حضرتك هنا قبل كده هذه الشركات من السهل جدا ان انا اشغلها في عمليه الاستصلاح، وهذه الشركات كانت بتشتغل ويبقى في قروض من البنك، بنك التنميه، وهذه القروض بعد الاستصلاح بتترد، بس بتترد لمين؟ انا اديها لصغار مزارعين، في نقطه اديها لخريجين جداد. في سؤال ده اللي بيسد، في سؤال بالنسبه لي عاوز حضرتك تجاوب لي عليه بصراحه دلوقتي. ابو حديد النهارده تحديدا وهو كان بيفتتح احد المعارض الزراعيه قال النهارده احنا هنستصلح 4,000,000 فدان، بناء عليه حمله السيسي كانت بتقول انه السيسي يستهدف زراعه 4,000,000 فدان. يعني ابو حديد قاعد لمده 4 سنين ان شاء الله اظن كده بيقول للناس انا قاعد غصب عنكم، اردتم او لم تريدوا انا قاعد عشان هستصلح 4,000,000 فدان زي ما بيقول رئيس الجمهوريه.
انا بقول لحضرتك ده كله كلام جرايد، مفيش خطه موجوده مظبوطه مترتبه متنظمه مع وزاره الري، مرتب الشركات بتاعتي عشان تشتغل فيها عشان ابقى ضامن الشغل بتاعي. كل هذا الكلام كلام جرايد وليس فيه مسؤوليه يتحملها مسؤول وينفذ هذا الكلام. هو بيقول كلام قعد اهو قال كلام ما قعدش وقال كلام. والصوامع، اخبار حكايه الصوامع، 25 صومعه خلاص جاهزين الصومعه، لو قلنا 50,000 جنيه 25 صومعه بيتكلم في مبلغ ده، لو افترضنا 50,000 جنيه من الصوامع الصغيره زي ما هو بيقول. لا يا فندم، الصومعه بتتكلف مبالغ حسب الحجم وحسب الامكانيه وحسب الكلام ده. بتتكلم عن تكلف كتير. هم قالوا 3 مليار جنيه الحكومه دي الموجوده نفسها، قالوا 50 صومعه. طب هل الكلام ده مش موجود في الميزانيه الجديده اساسا؟ ده انت خفضت الموازنه بتاع الفلاح مليار جنيه، هتجيب 3 مليار جنيه تبني 50 صومعه منين؟ وهل يتم يا عم الحاج عبد الرحمن تجهيز 25 صومعة خلال فترة سنة واحدة؟ هذا الأمر لما تاخدوا عدة شركات يتم، بس تبقى متوفرة له ميزانيات. ده كلام ما فيش خلاف عليه، وكان البنك مستعد ان هو ينفذ الحكاية دي على 3 سنين، بس كان له شرط واحد، انه هيئة السلع تخزن عنده، والأمر ما كانش فيه صعوبة ولا حاجة بالنسبة لبنك التنمية، على انه عنده إمكانية ان هو يمول ويعمل هذه الصوامع ويأجرها للحكومة، ما نبقاش محتاجين استثمارات من بره. الوزير بيقول جاري التفاوض، جاري يعني دلوقتي يعني هو خلاص هيستلم 25 صومعة للسنة الجاية يستلمهم الإمارات، وده شيء يعني يشكر إذا كانت الإمارات هتدينا 25 صومعة شكرا جزيلا، لكن أنا بتكلم جاري التفاوض استلام 25 كمان. لدينا دي كلمة محتاجة مراجعة، مفيش حد بيدي لحد حاجة. مفيش حاجة ببلاش. لا. ده بتمنه وهيتم اذا كان فيها هيتم يبقى فيه قرض، والقرض ده يتسدد ازاي، وقد يكون بنظام البي او تي، وحاجات كتيره قوي قوي داخله في الموضوع مش واضحه في كلام الوزير. مش كلام الوزير لازم يبقى فيه وضوح، وزي ما بقول لك هو كلام بيتقال جرايد مش اكثر ولا اقل من كده. هو حقيقي صحيفه الدستور كان كتبت خبر ان ابو حديد تصريحاته كلها في شنك، ده جريده الدستور اللي هي مؤيده للنظام الحالي في مصر، قالت نفس الكلام. احنا يا استاذ مصطفى بنحلل ارقام، الارقام لما تتحلل تكشف مدى صحه الكلام. هل الكلام ده قابل للتنفيذ ولا هو مجرد كلام؟ احنا لسه بنتكلم في قمح، كل الفلاحين بيقول لك ان احنا ما سلمناش نص الكميه اللي سلمناها السنه اللي فاتت، وهو بيقول لك احنا النهارده ان احنا لمينا 3 مليون، واللي بيقول 400,000 واللي بيقول 800,000، واحنا لسه النهارده في كام؟ في 4/6. الموسم بتاعنا بيخلص 15/7، ده لو كان القمح قليل. الحل الوحيد او الظن الوحيد دلوقتي اللي موجود ان القمح ده جاي من القمح المستورد اللي هو مفتوح، كان مفتوح في شهر 2 ومفتوح في شهر 3 توريد القمح بتاعك، والتجار دخلوه قبل توريد القمح بتاعك كمان، قبل جايبينه وركنينه ودخلوه. ما هو فيش حل غير كده عشان انت تغطي الخيبة اللي هي موجوده في الوزاره، غير انك انت تعمل كده. لكن هذا بقى، هل ضمير الوطني يقبل ذلك؟ هل الشعب المصري عبيط ما يقدرش يفهم الكلام ده؟ الشعب المصري واعي وفاهم، واعتقد انه معانا اتصال من اخونا المهندس سيد. يا فندم ولا مهندس محمود؟ مين يا فندم معانا على الهواء يا فندم؟ مهندس سيد محمود، السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حالك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اهلا بيك يا مصطفى وضيفك الكريم الحاج عبد الرحمن شكري. انا هسالك سؤال كده، يعني اخبار المهندسين الزراعيين ايه؟ والله يعني يا اخي، يعني انا اريد بس انا يعني اتكلم في موضوع خفض الدعم وتاثيره على المزارع. انت هتتكلم في خفض الدعم، بس انا بسالك اخباركم انتوا ايه كمهندسين زراعيين؟ يا ترى في تعيينات مفيش تعيينات؟ الدنيا فيها ايه؟ لا بص حضرتك، تعيينات للمهندسين الزراعيين مفيش خالص. مفيش خلاص. انا ادارات الوزاره الزراعه والادارات الزراعيه والجمعيات التابعه لها بها اعداد كبيره من المهندسين الزراعيين، ولكن يعني حتى الحاج عبد الرحمن شكري يعرف هذا جيدا. يعني الجمعيات الزراعيه كانت في وقت من الاوقات، مش عايز اقول لحضرتك انها كانت بتدي للمزارع الاسمده والمبيدات، بعض حضرتك انها كانت بتدي للمواطن العادي، كانت توفر للمواطنين العاديين بعض المواد الغذائيه التي كانت تنتجها وزاره الزراعه. تمام خلاص، احنا عرفنا النقطه دي، ان وضع المهندسين الزراعيين وضع صعب، لكن خلينا نتكلم. راي حضرتك ايه في تخفيض الدعم للفلاح المصري من 4.5 مليار الى 3 مليار و350 مليون، رايك ايه؟ خفض الدعم يا استاذ مصطفى يعني
تخلي الدولة عن ملايين المزارعين، وبالتالي تخلي الدولة عن دعم المزارعين بالأسمدة والتآوي والقروض، وهذا يعيد الفلاح إلى وضع أسوأ من عهد المخلوع. يعني حتى يعني يا باشمهندس لو حاولنا كده مع بعض نقول المليار و200 مليون، مليار 150 مليون، ايا كانوا المبلغ، هو خلاص يعني مليار وما فوق، المبلغ ده هيؤثر على الفلاح فين بالظبط؟ يعني هيبقى في الاسمده ولا البذور ولا التآوي ولا فين بالظبط؟ كل حاجه. وحضرتك المبلغ هيؤثر على هذه الامور كلها. هو ده انا الدعم كله عندي كان 4.5 مليار. اتشال منه 1.8 مليار، هو من اجمالي الدعم، يبقى بيشمل كل، يشمل التآوي، يشمل الاسمده، يشمل القروض. تمام. طيب انا اقول لحضرتك يعني حافظ الدعم ده يعني المزارعين هم الفئه الاكثر تاثرا. تمام. شكرا. لان هذا بدوره يؤدي يعني خفض الدعم يؤدي الى انخفاض انتاجيه الفدان، يؤدي الى انخفاض دخول الفلاحين، وهذا يؤدي الى المحاصيل. المهندس الزراعي سيد محمود، وعلى طول احنا نفسنا نشوف اخواننا في بحيره قارون. لما اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن الصيادين كانوا اتكلموا عن حاجه غريبه قوي، قنديل البحر، واحنا تواصلنا معاهم وخلينا نشوف حكايه قنديل البحر ده ايه. قنديل البحر بيظهر في بحيره قارون، معروف انه بيظهر في الغردقه، في الـ في الـ في, الـ في السواحل، في البحر الاحمر، لكن جوه بحيره قارون ايه الحكايه وايه القصه؟ نشوف الكلام ده في الفيديو ده اللي مع اخواننا الصيادين. القنديل ده ظهر بقاله شهر ونص، كتير شهر ونص، بس ظهر بطريقه سريعه. يعني هو اصلا القنديل ده في البحر الاحمر حقيقي، هو القنديل ده في البحر الاحمر وممكن يكون جاي مع الذريعه، ده ممكن يكون جاي مع الذريعه، وكتر عندنا بطريقه رهيبه، طريقه رهيبه رهيبه يعني، لغايه توقف الصيد خالص. وكلنا بيوتنا اعتبارا بسبب الحاجه دي كلنا هنمشي من البحيره، مش لاقيين مسؤول اصلا ان احنا نحكي له فيه ايه. كل ما نجيبها على يقول لك ده دي حاجه تانية، دي حاجه من تلوث الملاحات، من تلوث شركه الملاحات، حاجه من تلوث كذا، انما هي اساسا الاعضاء جايبينها وبتوع الجمعيه جايبينها من الاسكندريه، لان برضو كنت بفوت الموسم هنا ومش هشتغل في اسكندريه غطاس. دي حاجه عباره عن بنرفع الرايه السوداء ساعه ما يكون ابو قنديل على الشط. ده بالنسبه لاسكندريه، هو اللي في اسكندريه ظهر هنا، دي ذريعه جايه اصلا من الساحل، من اسكندريه الذريعه نفسها بتاع ابو قنديل، لانها من 35 يوم كانت جايه ذريعه، دلوقتي تم توسع كده على بال الوقت ما يكبر، يعني ممكن كمان شهرين هيبقى عامله زي الواحده 5 كيلو 6 كيلو. دي بتسد العيون، بترمي غزل البوري بتقفل على الغزل قبل السمكه ما تاخد في الغزل، بتقفل عليه. بتيجي الجر برضه بالبوري بتسد عيون الغزل، بتوقف الغزل، بتوقف الدوره. وعشان نطالب دلوقتي هنطالب مين؟ حكينا للاعضاء، الاعضاء مش عايزين يجيبوها عنديهم لان هم اللي بيجيبوا الذريعه. مع وجود ظروف معينه ونتيجه الصرف الصحي بيقولوا المخلوق ده توالد او بقى موجود، بس ده مش راي، احنا عايزين راي علمي. عاوزين نشوف راي علمي، عاوزين حد يرد علينا من وزاره الزراعه. زي ما خلوني افتكرت وضحكوني بصراحه، يعني ايه اللي جاب القلعه جنب اللمبي؟ بيقول لهم ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ نفس الكلام. ايه اللي جاب قنديل البحر جوه هناك في بحيره قارون؟ احنا عرضنا السؤال على اخواننا في الفيسبوك وعلى الناس كلها، الاجابات كانت غريبه قوي. بيقول لك قنديل البحر ملوش علاقه بالصرف. ده واحد اسمه وليد حسن. واحد تاني بيقول من امتى بيكون قناديل في البحيرات؟ اللهم اجرنا من اللي هتشوفه مصر. واحد تاني بيقول احنا ممكن ناخد القنديل ده. احمد كابو بيقول احنا ممكن ناخد القنديل وننور بيه عشان الضلمه. حلوه برضه، ممكن تمشي. عم الحاج عبد الرحمن، ممكن ناخد القنديل وننور بيه؟ الحقيقه ان احنا امام مؤامره شديده على الثروه السمكيه في مصر. الزريعه دي زريعه جايه من بحر مالح، وانا عندي زريعه بتطلع من المايه الحلوه. فاذا انا النهارده لما ارمي في بحيره قارون زريعه مخلوطه، زريعه فيها حاجه مش صحيحه مش سليمه، يبقى دي هتقضي على الثروه السمكيه في بحيره قارون. وبعدين احنا عاوزين نقول ان بحيره قارون كان بيجيها زريعه وكان بيحصل صراع شديد على هذه الزريعه لانها كانت بتتاخد وبتخش في علف الدواجن.
فالبلطجية بتوع الزريعة موجودين وموجودين وفي الفيوم موجودين شوية كتار منهم بيشتغلوا على هذا، بياخدوا الزريعة وبيودوها زراعة البور يعني زراعة البور. نعم بيودوها لمصانع العلف وبتخلطها مع العلف بتاع الدواجن عشان خاطر يستفيدوا بيه. يعني احنا دلوقتي مش جايب الصرف ولا حاجه ولا التلوث البحيره ولا الكلام لا لا لا، ده احنا قدام مؤامره واضحه جدا جدا للقضاء على مصادر الثروه في مصر. تمام، خلينا ناخد نفتح الاتصالات مع كل اخواننا الفلاحين والمزارعين والصيادين وخصوصا صيادين الفيوم. انا عاوز الناس في البحيره يكلمونا يا اخواننا، كلمونا قولوا لنا يا ترى مين السبب، يعني دول شريحه بعتوا لنا كلامهم. خلينا نشوف الاتصال الموجود معانا دلوقتي. معانا مين يا فندم؟ المهندس احمد سعد. باشمهندس السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مصطفى. ازيك يا باشمهندس، اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله استاذنا الله يكرمك. اتكلمنا في الزريعه ولا اتكلمنا في ايه؟ نعم يا فندم، اتكلمنا في الزريعه اللي موجوده دي ولا اتكلمنا في حاجه تانية؟ لا والله انا كنت عايز كده حضرتك في حاجه تانية تخص الفلاح المصري برضه. اتفضل. اللي هو الفلاح اللي هو منتج محصول المانجا. المانجا تمام. المانجا طبعا. يا ترى الموسم بدا ولا لسه؟ الموسم بتاع المانجا بدا ولا لسه؟ والله لسه يا استاذ مصطفى، احنا دلوقتي موجود عندنا الصعيدي المفروض ان هو يبدا. بس للاسف المحصول السنه دي الصعيدي اصاب طبعا بامراض ثقيله حضرتك وحاجه اسمها النفحه الزهريه، فالانتاج بالنسبه للصعيدي ما تقولش لا 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 يا باشمهندس، انا عاوز خبر مفرح مره يجي لي خبر مفرح. القمح حصل فيه اللي حصل، الفيوم بدل السمك طلع فيه قنديل، النهارده المانجا كمان، يعني قول لي احنا بالعكس، يعني انا عاوز حاجه خبر مفرح احسن الناس تفكر يعني ان احنا ما نجيبش غير الاخبار الوحشه، اخبار المانجا قول لي، مش يعني مش هنلقى سمك مانجا، مش هنلقى سمك ماشي، مش هنلقى مانجا سكري ولا مانجا عويس ولا الكلام ده خالص. والله ان شاء الله السنه دي بسيطه، بس هتبقى نسبه بسيطه جدا لان طبعا درجات الحراره السنه دي كانت او معنى صح المناخ ما كانش يعني ما كانش على بمستوى واحد زي احنا ما بنقول كفلاحين يعني. درجات الحراره ترتفع وتنخفض 3-4 مرات في اليوم، وده طبعا بيأثر على الانتاج. فللاسف المانجا السنه دي ربنا يستر بقى، يعني مش يعني المحصول ضعيف جدا السنه دي، وربنا يسهل بقى في الاسعار وعملنا في ربنا كبير. انت عارف المانجا المصري تحديدا ملهاش طعمها مختلف تماما، ومن يعني من اجمل المانجا اللي انا دقتها في حياتي من بلاد كتير مصر، مانجا مصر، لانه الارض زي القطن زي اي حاجه بتطلع في مصر، ولا ايه رايك في الكلام ده؟ اكيد طبعا. طيب اكيد طبعا المانجا المصري ملهاش مثيل بالنسبه للمقارنه بالمستورد والكلام ده كله، طبعا مفيش احسن من المانجا المصري. طيب احنا المانجا المصري نفسها ابتدت تتصنف ما بين الصعيد، ما بين اسماعيليه والشرقيه، وما بين وجه بحر اللي هي البحيره، وطبعا البستان والمناطق اللي بتاعت لا يطلع الاول، لا يطلع الاول بعد الصعيد الاسماعيليه. اسماعيليه الاول اظن. اسماعيليه طبعا كانت في انتاج، كان طبعا اسماعيليه الاول بالنسبه للانتاجيه. لكن بالنسبه انا بكلم حضرتك بالنسبه للطعم ابتدت تصنف كمان بالنسبه للطعم والحلاوه والكلام ده كله، وجه بحري طبعا. لازم نتابع احنا ده، لازم نتابع معاك موضوع المانجا ده، عشان يعني انا اسال الله سبحانه وتعالى المحصول يطلع كويس. لكن شكرا جزيلا مهندس، احنا لو تابعنا ان شاء الله باذن. شكرا يا باشمهندس، شكرا جزيلا. خلونا نرجع عم الحاج عبد الرحمن، حتى المانجا كمان. نعم، ما احنا حضرتك هو غضب نازل لان احنا بنكذب ونخدع وسرقنا السلطه وعاملين انتخابات مزوره، وربنا سبحانه وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. تمام. لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يحسبوه. طيب. أنا عندي المزارع السمكية أيضا تأثرت بشدة في الفيوم، يعني إذا كنا فتحنا ملف الثروة السمكية فالناس صرخت وقالوا الحقونا ناس يا هو جاي، طلع عندنا اسمه إيه ده، بوانديل، بيسموه أنديل البحر، هما بيسموه بوانديل، والمزارع نشفت. معايا الحاج أحمد، إحنا في فيديو أنا أعرضه حاج أحمد، خلينا الأول نكلمك. حاج أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اخبار المزارع السمكيه ايه في الفيوم؟ والله يعني الحمد لله على كل حال، بس مش هنقول بخير يعني، للاسف الفيديو هيوضح اكتر من اللي هنقوله بكتير يعني. فاحنا حضرتك احنا محتاجين خط ميه يجرنا من المصدر المباشر ضروري جدا لنهايه البحر، لان مصرف المزارع سيادتك مغلق وميته ما بتتغيرش، الملوحه في ازدياد تام، واحنا حللنا ميه في جامعه اسكندريه الاسبوع اللي فات سيادتك، وخدناها من الفيوم لجامعه اسكندريه. الدكاتره المسؤولين ما كانوش مصدقين ان احنا ما زلنا جامعه اسكندريه. يا حاج احمد، اشمعنى جامعه اسكندريه؟ يعني اشمعنى جامعه اسكندريه بالذات؟
هو كان في مصادفه ان احد الدكاتره كان بيعمل ابحاث واخذ عينه ميه من المزارع بتاعتنا، فلقى الملوحه طبعا زادت بشكل كبير جدا، لان الميه في المصدر بتاع المزارع الرئيسي سيادتك ما بيتغيرش بصفه مستديمه، فورا مثلا نسب البحر بتاع الميه العذبه بتزيد، فبيحصل ترسب لنسبه الملح، لان طبعا عنصر الملح سيادتك ما بيزيدش مع البحر. طيب انا هعرض الفيديو بعد المكالمه دي، لكن عاوز اسالك سؤال. انت واصحاب المزارع تتهموا مين بالتسبب فيما حدث في هذه المزارع السمكيه؟ يعني انت بتتهم احنا بنتهم الحكومات اللي هي مقصره معانا دلوقتي. حكومات مين؟ حكومات بره ولا حكومات نحن؟ الضرائب الخاصه، لان يجب زي ما بيهتموا بالاراضي الزراعيه اللي عملوها خطوط وصل تكلفتها ل 100 مليون جنيه السنه اللي فاتت، يشوفون احنا الخط بتاعنا مش هيصرف الكلام ده تماما، ولا يصرف كام في 10 مليون جنيه. مياه صرف يا حاج احمد، مياه صرف مش كده؟ نعم، مياه صرف المياه المزارع السمكيه. ايوه، احنا المزارع حضرتك بتتغذى على مياه الصرف الزراعي حسب القانون. القانون اساسا بينظم. أيوة. قانون. أيوة. الري، مياه الصرف الزراعي وغير مسموح بحاجه ثانيه، ومفيش مياه ري عاديه كمان بتمر من جنبنا. شكرا جزيلا. اعتمدنا بالكامل سيادتك على مياه الصرف الزراعي، ومش قادرين نوصل للجزء الكويس، الجزء المياه الحلوه بتنزل على بحيره قارون مباشره وما بتاجلناش احنا. شكرا يا حاج احمد. شكرا جزيلا الحاج احمد من المزارع السمكيه من الفيوم. واعتقد الكليب اللي جاي او الفيديو اللي جاي لاخواننا اصحاب المزارع او الصيادين او المزارعين هيوضح كل حاجه. الى هذا الفيديو. المشكله عندنا هنا يعني قله المياه، المياه قليله جدا بالنسبه للمزرعه بالنسبه للري، وده اضطرنا لان في احواض عندنا ناشفه جافه مش لاقيين ميه نرويها. المشكله هنا عندنا ده مصرف داير البركه بالنسبه للمزارع السمكيه. تمام. الملوحه فيها عاليه. عندنا مصدر للمياه في نهايه مصرف داير البركه مع ناحيه اللوكنده. هناك البدايه وهنا النهايه. هنا المصرف مغلق. مفيش حد مسؤول عشان نكلمه ويجي ينزل يصرف الميه دي من الناحيه ديت. المفروض هناك ملو وهنا الصرف من هنا. انا كنا شغالين فيها 10 تنفار. 10 تنفار كنا شغالين فيها بنسترزق، دوخت كلنا قاعدين في البيوت من عدم الشغل. من المزارع لو تشتغل ما كنا نشتغل ده زي زمان، كنا بنطلع انتاج وشغالين وكله بيرزق. الميه هنا ملوحتها بتوصل في الصيف ل 18 و15، طبعا وسط الملوحه ده ما يصلحش تماما لتربيه السمك البلطي اللي احنا شغالين عليه. والاسماك بدات تنفق بشكل كبير جدا، من امبارح كان ميت سمك، والفتره اللي فاتت دي مات سمك كتير جدا عند الناس، وزي ما انت شايف الناس هجرت مزارع وسابتها كله خاوي على عروشه بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. فاحنا على الوضع ده العماله قعدت في البيوت، يعني مئات الافدنه بر قدام حضرتك هنا، وانت شايف والكاميرا بتصور، الصوره ما بتكذبش، يعني الصوره ما بتكذبش فعلا. ارض المزارع نشفت، ومصادر ارزاق الناس زي ما انتم شايفين، ناس بيوتها اتخربت. وفي النهايه خالص يعني المستهلك والمواطن والعامل فيها والصياد والفلاح هو المتضرر. احنا بنقول فاتحين الاتصالات لكل المزارعين، كل الفلاحين، كل اللي ليه شكوى. صوت الفلاح فاتح الباب، وزي ما احنا بنقول لما نفيسه وعبد الجواد وخالي العزا ودنيا ما حدش يسمع صوتهم، صوت الفلاح ده بيتكم وطرحكم، صوت الفلاح هو صوتكم. واذا كان النهارده نقيب الفلاحين مبسوط وبتكيف من اللي بيحصل في مصر وبيأيد وبيهلل، فادي اوضاع الفلاحين وادي اوضاع الصيادين. معايا تليفون يا اخوانا، احمد من بحيره قارون. اخونا احمد السلام عليكم. الو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا عم احمد؟ الحمد لله. احمد معاك يا فندم، صياد من محافظه الفيوم. يا اهلا وسهلا بك يا عم احمد. واخبار القنديل ايه؟ اخبار القنديل، والله القنديل بصراحه موقف كل المراكب بره. واحد القنديل يا عم احمد، واحد معايا هنا، يعني واحد بيتريق علينا كلنا، بيقول لك ايه وبيضحك، يعني بيقول لك ما تاخدوا القنديل تنوروا بيه. رايك ايه في الكلام ده؟ ناخد القنديل نعمل بيه ايه؟ تنور بيه. شفت بقى، يعني على اخر الزمن. ما هو يا فندم ما يعرفش قيمه الصياد، ولا يعرف الصياد ده بياكل حلو متعيش البحر. تتهم مين يا عم احمد؟ ويقول لك ينور بيه. يا عم احمد تتهم مين بسبب التسبب في قنديل البحر؟ أنا أتهم في الدرجة الأولى وزير الزراعة، لأنه المسؤول الوحيد عن رمي الذريعة في البحيرة. وبعد ذلك المسؤولين اللي هم بيجيبوا الذريعة من الأماكن اللي هم بيجيبوا منها ويرموها في البحيرة. تمام. السؤال دلوقتي، أنت لما بتيجي تنزل تصطاد بالفلوكة بتاعتك أو بالمركب الصغيرة بتاعتك والشبك بتاعك، بيطلع لك القنديل ولا بيطلع لك بوري؟ يا باشا احنا ما بنعرفش نرمي أساسا، احنا لو رمينا وقعدنا دقيقة واحدة بنستنظر إن السمكة تشلق في الشبك، بنرفع الشبك كده نلاقيه كله مليان قنديل.
يبقى هيجي منين السمك؟ يبقى احنا هنوكل عيالنا منين؟ ولا احنا هناكل منين؟ لان مصدر رزقنا هو البحر. محدش جالكم المسؤولين؟ طلعنا بره البحر ما بنعرفش نعيش، احنا عاملين زي السمك، طلعنا بره البحر ما بنعرفش نعيش. محدش جالكم المسؤولين من المحافظه، من حكومه محلب، من وزير الزراعه، اي حد من الناس دي؟ احنا جالنا المحافظ ذات نفسه بتاع محافظه الفيوم وقال اعمل واساوي، ما عملش اي حاجه. جاء وزير الري برضه اعمل واساوي، ما عملش اي حاجه. نفس الوضع، المسؤولين موجودين معانا في نفس البلد اللي احنا عايشين فيها. شكرا. يقول لك احنا هنعمل وهنكلم وهنكلم، مفيش حد بيسال عننا. شكرا يا محمد، شكرا جزيلا. اخونا الحاج احمد صياد من صيادين بحيره قارون، والراجل يعني اوجه اتهام مباشر الى وزير الزراعه ابو حديد والناس المسؤولين عن الثروه السمكيه اللي يعني جابوا لهم قنديل البحر. خلونا نشوف عم الحاج عبد الرحمن، هنرجع تاني بس نشوف اخواننا الفلاحين او الموجودين في محافظه المنيا اللي برضو بيصرخوا ومحدش سامع صوتهم ولا اي حد في مصر. السمات ده صفات الارض بياخدوه ويبيعوه، واحنا ما بنطلعش غير في السوق السوداء ب 300 ب 350. ده بالنسبه مثلا للناس المستاجره او صفات الملك قليل اللي لما يزرعوا. تعالى ميه، الميه مثلا بقى ميزانيه مشروع زي اللي معموله عندنا دي متكلفه مليارات، وعشان ما يعملش على مستوى قاع الميه بتيجي عندنا في الشتاء وفي الخسيسه عامه بتاع النيل بنشرب الغلب فيها، ما بنلاقيش ميه، الزرع بيدبل. عشان ما عملش الميزانيه المشروع اللي بيطلع الميه من النيل على المستوى اللي هو كان معين، ومشت بالواسطه، مشت بالرشوه، مشت زي ما مشت. وكل حاجه قيس على كده، قيس على الحاجات دي بقى بكده. تعب في التجاوي، التجاوي تجيب 5 كيلو قد كده اهو، تيجي تبيع الارداب بجنب ب 160 جنيه، تيجي الارداب الشاب ب 160 جنيه، تيجي تبيع تجيب شكاره التجاوي تلاقي شكاره التجاوي ب 200 جنيه. الحاجات دي اللي احنا بنقولها في حوض الفرس اللي هو مسمينه احنا عندنا هنا كده في اللي هو الخطيب، 150 فدان انتهت، الحقونا اغسونا يا ناس، حرام عليكم مش عارفين نعمل اي حاجه، الميه الملح كاسح علينا من الجبال، والناس كلها متصفي في المصرف اللي بنسقي منه، يا ريت حد منكم يبص لنا بس عشان نعرف نروح فين ونيجي منين، ادونا اي حاجه عرفونا نعمل ايه بالظبط واحنا نعمل، انتوا تعالوا بس قولوا لنا اي طريق نمشي فيه واحنا مستعدين، يا ريت بحد منكم يتحرك، ارجوكم لو سمحتوا لو سمحتوا تعالوا شوفونا حل في الميه المالحه دي. الميه المالحه قتلت 150 فدان واحنا في جبل نص فدان، وعايزين نزود الزراعه وعايزين نزود الانتاج وعايزين نزود كل حاجه والمحاصيل، فين المحاصيل والارض منتهيه؟ يا ريت بالاصلاح الزراعي في المنيا، في مغاغه، في شروره، في اي مكان يجي يشوف لنا صرف في الموضوع ده. والله الراجل ده قال كلمتين رد على وزير الزراعه اللي بيقول لك هنستصلح 4 مليون فدان، قال له تعالى شوف 150 فدان ولا يعني شوف الدنيا خربانه وشوف الكلام ده. محدش يقول لك استنينا كل الناس ومحدش جه. اما الحاج عبد الرحمن رايك ايه في الكلام ده؟ طبعا ده كلام هو الواقع اللي موجود النهارده في الخدمات اللي بتقدمها الحكومه الموجوده. 150 فدان دول على الاقل عايش عليهم يعني حوالي 100 اسره، 150 اسره دلوقتي 100 اسره شغال عليهم، واخد بال حضرتك؟ بيضيعوا عشان خاطر ما فيش ميه عدل، عشان الميه ملح، والملح لازم يموت الارض، لازم يموت الزرع، ومش بيموتوا لفتره بسيطه، بيموتوا لفتره طويله. المشكله بقى ان السيد الوزير النهارده على موقع الوزاره بيجهز السطح بتاع وزاره الزراعه عشان يزرعه، وبيطالب الجماعه بتوع المدن ان كل واحد منهم يزرع السطح، يزرع السطح بتاعه، يعني كل واحد يزرع السطح بتاعه. السطح ده بقى يتزرع ازاي بقى؟ هيكلف قد ايه؟ الميه بتاعته هتجي له منين؟ والسيد الوزير سايب الارض وسايب الفلاحين يصرخ، والراجل اهو بيصرخ وبيقول تعالوا 150 فدان على بعض، ال 150 فدان على بعض دي تزرع كم بيت في القاهره؟ واخد بال حضرتك؟ تزرع بيوت القاهره كلها. واحنا ايه ميه عشان ميه هيجيب لها ميه منين؟ طبعا الميه في القاهره سهله، ومن السهل جدا ان هو عند الوزاره وعند غيره ميه كتيره موجوده. مفيش كهرباء، اما القرى ففيش فيها نقطه ميه. النهارده كان في واحد بيشتكي بيقول الميه بتغيب عننا 15 يوم في القريه، ما بنلاقيش ميه نشرب. معاك سلام الحاج ابو خالد. فانا النهارده الفجوه واضحه، فين الفعل وفين الشغل؟ هو كله زي ما قلت لحضرتك في الاول، كله كلام جرايد، كله كلام سياسه، كله كلام مالوش في الواقع. معاك اتصال من ابو خالد من المنيا اللي معاهم المشكله. ابو خالد السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا عم الحاج؟ عامل ايه؟ اخبار سعادتك مساء الخير، مسير على السلامه والضيوف اللي مع سعادتك. السلام عليكم. عم الحاج عبد الرحمن بيسلم عليك وكل الناس والمشاهدين بيسلموا عليك يا ابو خالد. ابو خالد اخبار ال 150 فدان ايه؟ اتفضل. اتفضل.
على فكره احنا نعاني هنا في قريه شارونه تبع مركز المغاغه واخد بالك محافظه المنيا من اشياء كثيره جدا. اولها واخد بالك دور الارض المتواجد الرقعه الزراعيه اولا ضاقت على البلد على القريه ضاقت على المركز بحاله زائد ان حاليا واخد بالك احنا عندنا اكثر من 150 170 فدان ما فيش اي حد من السادة المسؤولين وزير زراعه ولا وكيل وزاره ولا اي حد ينظر لها اي نظره بل يبعت لجنه مثلا يشوفها الطرف الصحي بتاعها اتعمل عام 1996 وترد من الطرف الصحي ده فيه يطهروا حميه الارض واصبحوا في الصحه ابو خالد اموال ابو خالد الاقساط من الاصلاح الزراعي وما ذلك ابو خالد اما الحاج ابو خالد الزايده الزراعه الزايده الارض الزايده لانها ملحد راجل تعب يا ابو خالد. النهارده ما حدش جالكم من الساده المسؤولين وزاره الزراعه ما بعتتش حد لمحافظه المنيا ليكم؟ انا معاك انا اهو. ما حدش جالكم خالص من المسؤولين؟ ما حدش. زائد ان الزراعه حاليا ما بتمشيش بناء على الميه اللي بتتخرج خد بالك الميه كلها مالحه بنسحب من المالح والمالح نفس المصانع بتاع الميه. شكرا جزيلا اخونا ابو خالد وهذه الصرخه بنوريها لكل الساده المسؤولين وبنقول يعني زي ما قال عم الحاج عبد الرحمن بدل ما نزرع سطح العمارات وسطح الفيلل وسطح اللي مش سطح نشوف الارض اللي هي ارض ومحتاجه زراعه الا اذا كان وزير الزراعه بيعتبر ان سطح زراعه سطح اسطح المباني هو ال 4 مليون فدان اللي جايه سيس. خلينا ناخد هذا الكليب مع فلاح مصري هيقول لنا كلمتين حلوين. المسؤولين عن الكمامه سمحوا للناس ترمي في النيل فالزباله دي عباره عن مخلفات بلاستيك ما بتدوبش في المي بتعمل انسداد في المواسير نيجي دور الارض يلاقي الماسوره مسدوده. طب هنسال لك ماسوره ولا 100 ولا 1000 في اللي بيسقي وفي اللي ما بيسقيش والزرع ما اندمعتش ما بيجيبش انتاج يبقى نضر الفلاح ونضر المحصول القومي لك يا مصر بضعف الرقابه. المفروض في رقابه ليرمي مخلفات في المي يحرروا محضر ويغرم او يخش السجن حتى يكون عبره لغيره. اما الفوضى دي بتضعف المحصول وبتضعف الانتاج القومي للبلد ينضر منه المواطن البسيط وكمان كل اهل المستويات مش هتروح فاكهه مش والله راجل زي العسل راجل زي العسل وقاعد وبيقول كلام حكم يعني نفسي بقى الساده المسؤولين او وزير الزراعه اللي هو طبعا مستمر لمده 5 سنين 6 سنين انا عارف مفيش مشكله اما الحاج عبد الرحمن طبعا الواقع واضح وموجود واخد من حياتك وهو اصل الوزير ما بيتنقلش من القاهره يعني طلع بيطلع جولات بيطلع جولات لحد مثلا برضه العاصمه يخش مكان متجهز ومتظبط ليه وياخد بعضه ويمشي ويسمع مين هم برضه وكلاء الوزاره اللي حواليه بيسمعهم وهم اللي الحوار بيدور بينهم من بعض وقيادات الاتحاد التعاوني اللي هم برضو شركاء معاه في المسؤوليه ونقابه الفلاحين ونقابه الفلاحين اللي طلعت الراجل اللي طلع الاخر ده اللي احنا ما شفناهش اي حاجه قبل كده فاذا الامر بيدور في دائره ضيقه ملهاش علاقه بالواقع خالص ملهاش علاقه بالفلاحين اللي في الارض دول لو لو فلاحين طالعين من الارض وعايشين هموم وغلب الفلاحين اللي هم عايشينه. شكرا جزيلا حاج عبد الرحمن شكرا جزيلا بشكرك على وجودك معنا في هذه الحلقه. وقبل ما اختم بقول فلاح مصري ابو دنيا بيسال ابو حديد بيقول له في 11 شهر وانت يا معالي الوزير عمال تقول نبحث وندرس يا راجل دي حتى جنينه الحيوانات خربت على ايديكم ده ابو دنيا اللي بيقول. ويا ترى اللحمه اللي جايه من الامارات الشقيقه ال 100,000 راس هيروحوا لمين؟ ولا زي ما بيقولوا رايحين لناس تانيين واحنا بس تجيبوا لنا الهدوم اللي ملبوسه قبل كده ما تخليكم عادلين بقى يا سياده الوزير مش كده ولا ايه؟ نشوفكم السبت ان شاء الله. ده كان كلام ابو دنيا. السلام عليكم ورحمه الله.